شو الأخبار؟ الولد اللي شفته مبارح المنظمة قاتلته، ومن شان يلبسوها للمخابرات خلوا الولد تبعك هو الشاهد. أنت متأكد؟ اي نعم. مين في هون؟ المجموعة المرتبط فيها آدم، يلي فوقه واحد اسمه الحركي دينيز يلماس. يلماس صورون. كم شخص في جوا؟ حسب استطلاعاتنا في 10 أشخاص. قديش أعماره؟ معلم هدول كبار. حاولوا ما تقتلوا منهم أي حدا، بدنا نسألهم شوية أسئلة. شلون رح يكون هالشي؟ كلهم مسلحين. سيد أوليسال، أنا قلت حاولوا. شو في ورا؟ في مخرج ورا معلم. انتوا روحوا من قدام ونحن منروح من ورا. اتفقنا. اسمعني منيح، ما رح يطلع من جوا ولا عنصر صار، مفهوم هالشي؟ مفهوم سيدي. ما بدي حدا يطلع، مفهوم؟ معلم، ليش نحن فتنا من ورا؟ ليش ما دخلنا من الباب؟ لنشوف إذا بدهم يتركوا حدا حي مماتي. عندك مشكلة مع أونيسال؟ بعد شوي بيبين إذا في مشكلة ولا لا. بدنا نحرق مركز التسوق هاد. رئيس، في كتير ناس من شعبنا بيشتغلوا هونيك. لما ببلش الحريق بيهربوا. شعبنا المتحول لعبيد بيعرف يهرب منيح. انت لا تخاف. رئيس، اذا اشتعل طابق الاقمشه ما حدا بيحسن يطلع من هونيك، وما في مخرج طوارئ للحريق. انا اعطيت رخصه لمركز تسوق بدون مخرج حريق حتى افكر بهالشغله. مين قال لهم يشتغلوا هونيك؟ يبغون يداهمونا. ميماتي انت من هون وانتو من هنيك. يلا يا شباب. فيني افهم شو عم تعمل؟ اضطريت اوس عليه.
ليكن رجالك حواليك والزلمة سلم حاله. شو يعني اضطريت تقوس؟ قالوا لي حامل حزام ناسف. حاج تكذب. ليش لحتى اكذب عليك؟ انا قلت لك حاولوا ما تقتلوا حدا. زلمي حامل حزام ناسف شو يعني؟ انت لو كنت مكاني بتغامر؟ ما في لا حزام ولا شيء. انت دهنتهم للجماعه، بدهم يلبسوا حزام ناسف ويستنوك؟ ما سمعت بشي اسمه قنبله يدويه؟ اونيسال انت شو بدك؟ شو عم تحاول تعمل؟ عم حاول قوم بواجبي. فهمني شو هو واجبك بالضبط حتى ما اضطر اعرفه لحالي. مراد عالم دار، ما حدا بحق له يعلمني واجبي. بدك تدخل بقلب الارهاب وبعدها تعلمني شو بدي اعمل؟ ما عجبك اسلوبي؟ تفضل فرجينا اسلوبك. اونيسال انا منتبه لكل تخبيصك، كل الوقت وعم تحاول تشدني لعندك، وانا عم سايرك واجي معك، بس شكله التنظيف بده يبلش فيك. شو مراد؟ انت عم بتهددني؟ انا ما بهدد، انا بنفذ وبندمك على اليوم يلي ولدت فيه.